السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم أحمد دمادي من قناة ماي بي لابس. غبنا عنكم فترة طويلة بالنسبة للفيديوهات، وهالمرة رجعنا معاكم بفيديو جديد. الفيديو قديم جديد، أنا بدي أحكي هالمرة عن كوزمو. في كثير ناس بتعرف كوزمو، وفي كمان كثير ناس ما بتعرفش كوزمو. ليش قديم جديد؟ لأنه كوزمو له فترة، وأكيد نزل منه إصدارات أحسن بكثير، ولكن أنا حابب إن أنا أشارك معكم هاي تجربة فتح الصندوق وشوف شو محتويات العلبة، ونحكي كمان عن هالصديق الصغير هذا. خليكم معنا في حلقتنا، يلا. زي ما انتم شايفين هلا حاليا هاي علبة كوزمو قدامنا، وصلتني من صديق بعث لي هدية، وحبيت اني اشارككم محتويات كوزمو او نشوف شو الموجود في علبة كوزمو من اشياء غير الروبوت الصغير الحلو هذا الكيوت. الفيديو حينقسم على قسمين، او ممكن نخليه ثلاث اقسام. اول قسم حنفتح المحتوى، ثاني قسم حنحاول نجرب احنا شو الاشياء الموجودة في العلبة، ثالث قسم حنلعب معه وحنتحدث شوية معلومات هيك عنه، الشركة المنتجة له، كيف ممكن انك تشتغل فيه، كيف انك يعني اشي زي هيك. هسه بدنا نبلش بالقسم الاول اللي هو فتح العلبة. هاي زي ما انتم شايفين علبة كوزمو، خلينا نفتح العلبة ونشوف شو فيها. طبعا هذه إساءة، هسه كوزمو قاعد بقتحم في بيته. اوكي، هاي فتحنا العلبة، هاي كوزمو الصغير. يلا حنحكي عنك بعدين. ستارت هير، دليل الاستخدام، كتالوج، هاي ستيكر اللي بحب فيه. دليل الاستخدام طبعا هنا فيش، اكيد فيش شيء اسمه عربي. كيف انك تستعمل كوزمو؟ اوكي، المكعبات التفاعلية على اساس انك تلعب مع كوزمو فيها، ثلاث مكعبات. وشاحن كوزمو. طبعا هنا معلومة، الحلو في كوزمو يلي للأشخاص اللي ما بيعرفوش مثلا شو كوزمو، الحلو في كوزمو انه لما بدك تخلص بطاريته بيرجع طوالي بيشحن نفسه، يعني ما في داعي انك انت تشحنه وتزم وتروح وتجي فيه على الشاحن، لا هو بس تخلص البطارية او يحس انه هيك ضعيف بيروح على المكان اللي حطيت فيه الشاحن وهو بيشحن نفسه فيه، ولما يعبي شحن بتلاقيه بربح في الاجواء، انطلق لحاله. هسه بدنا ننتقل للمقطع الثاني بعد ما شفنا المحتويات اللي هي المكعبات تبع كوزمو، كوزمو وشاحن كوزمو ودليل الاستخدام. هسه بدنا ننتقل على المقطع الثاني او على القسم الثاني اللي حنتحدث فيه كيف بدنا نشغل كوزمو عن طريق التطبيق. طبعا هنا انا نسيت اذكر انه بامكانك انك تحمل تطبيق كوزمو على الجوال ايفون او الاندرويد او حتى التابلت عن طريق تطبيق خاص بتلاقيه في البلاي ستور او الايتونز، وتبلش تنطلق مع هالصديقنا الصديق الصغير هذا. خليكم معنا، خلينا نكمل. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بلشنا عملية تشغيل كوزمو، هاي شبكنا الشاحن تبع كوزمو حطيناه فيه.
هاي كمان المكعبات تبعته، هاي دليل الاستخدام على اساس نبلش في تشغيل كوزمو. طبعا احنا عملنا الخطوات الاولى او احنا شفنا شو المحتوى العلبي، وهذا الاشي اللي بذكره الكتالوج. انا ثاني اشي بدك تحط كوزمو في الشاحن، وحتشوف اضاءه خضراء هيك طالعه منه هيك شايفينها هنا. كمان بدك توصل كوزمو عن طريق الواي فاي بالتليفون، بدك تعمل اتصال بين كوزمو واي فاي والتليفون عن طريق شبكه الواي فاي. طبعا هذا التليفون تبعي، خلينا نشوف. هاي كوزمو، بدك تدخل الباسورد او الرقم السر الطويل اللي انتم شايفينه، وهذا موجود على شاشه كوزمو. طبعا بعد ما قمنا بعمليه اتصال كوزمو بالهاتف وربطه عن طريق شبكه الواي فاي، غلبني شوي من ناحيه انه ادخال الباسورد اثري، لازم تدخل الباسورد مع الشحطات كمان، مش بس باسورد لوحده، لا كمان مع الشحطات. انا خلينا نشوف اذا انه بده يشتغل. زي ما انتم شايفين هلا دليل الاستخدام كان معانا واضح الى حد ما، بس احنا غلطنا فيه، اللي هو بدك تحط كوزمو في الشاحن، في الشاحن تبعه بتظهر لك الارقام تبعته هذه، بدك تعمل اتصال بين كوزمو والتليفون عن طريق شبكه الواي فاي، وتدخل الباسورد الموجود في الارقام في الشاشه هذه على التليفون عندك. هلا بدنا نشوف اذا اشتغل بشكل كامل ولا لا. بدنا نفوت على تطبيق كوزمو، كوزمو اد نيد تو اكسس جيم فايلز اون يور ديفايس اوردر تو رن، طيب كونتينيو سماح. Connect. Sound check. Please make sure your device sound is turned on. Okay. Sounds good. Enter repair day. ما شاء الله لازم ادخل تاريخ ميلادي. Okay. Please leave Cosmo on his charger truck setup. Updating your Cosmo. Okay, please keep Cosmo on his charger. يعني هسه بدهم يعمل كوزمو تحديث، رجاء انك تدشر كوزمو في الشاحن تبعه. زي ما انتم شايفين بلش يعبي. طبعا مش هخليكم ما تشوفوش كوزمو لما يصحى، لا لازم نشوفه مع بعض كيف بده يصحى. Cosmo's ready. Put Cosmo on a clean open table and okay. طبعا انا هنا نسيت اشيل شغله مهمه لكوزمو عشان يعرف يتحرك. مش عارف لازم انا اشيلها ولا هي خلاص شيلها. What goes more come to life. تنشوفه. Hello Cosmo. How are you Cosmo? Where are you going, buddy? شوف كيف انطباعاته زي الطفل الصغير. خلينا نحاول نبكى كوسات معاه شوي. Cosmo is very special robot who needs to carry an owner. Follow the instructions carefully. Okay, let's begin. Please cube in front of Cosmo. أنا بقول بدي أنا أحط مكعب عند كوزمو، قدام كوزمو. هاي كوزمو.
great. The cube is too close. It's hard to Cosmo to see it. Okay, okay, ماشي. Side up. أنا بدي يعني إن أنا أخلي المكعب لفوق. جد زي الطفل الصغير هذا. يلا شيل يا كوزمو. شوف رد التفاعل كيف لما بيكون الروبوت بتحسه زي طفل صغير يعني هيك مبسوط. كوزمو انا مستعد على اساس انه يقابلني. انتر يور فيرست نيم. ده اكتب اسمي احمد. هاي كوزمو كعب بيعمل او كعب بفحص في وجهي على اساس انه باخذ صورة وجهي. Look at Cosmo sweat and hold still. Hi Cosmo. Do you see me right now? Okay. Cosmo has learned to هنا كوزمو خلاص اتعرف على وجهي. خلينا نجرب هسه الخطوة الثانية. Add a new person. طبعا هنا انت بامكانك انك تحط اكثر من 8 اشخاص او اكثر من 9 اشخاص، يعني 9 اشخاص على اساس انه كوزمو يحددهم. انا هنا بدي اكتفي اني احط بس انه لإلي انا شخصيا. هسه بنكمل على الباقي. طبعا انا زي ما انتم شايفين. This is Cosmo Blaze Meter. Okay, next. طبعا هنا عدة العاب مختلفة لكوزمو. عندك هنا الألعاب وعندك الخدع. Get ask Cosmo to do a trick. هسه بدنا نخلي كوزمو يعمل خدعة. Roll a cube. Lift مكعب. Cosmo will do this trick for 4 robot tests called Sparks. يعني إنه هيعمل هذه التجربة على إيش بيقولوا له، على المكعب، إنه حيزم المكعب. ما علينا، خلينا نكمل يلا. The roll a cube, roll a cube. Okay. Cosmo. Tap roll a cube. Cosmo. كوزمو وين يا ابو الشباب؟ هان هان هان. اوكي. هاي بتعلم كيف انه لا اله مبسوط. هاي بتعلم كيف انه يلف المكعب. كوزمو للعلم او للأم يعني على اساس تكونوا عارفين، كوزمو عباره زي عن طفل صغير اللي انت بدك تعلمه. كيف لما يكون في عندك طفل صغير صغير يعني مولود جديد وقاعد بتعلم شوي شوي، كوزمو كذلك الامر. اوبن اوكي. اها هاي فيست. كوزمو يف انلوك ذا تريك وفيست. طبعا هنا كل ما لعبت مع كوزمو كل ما فتحت معاه خصائص جديده، كل ما فتح معك اشياء جديده كوزمو بتعلمها وانت كمان بتتعلمها معاه كصديق لإله. كوزمو كمان يف انلوك ذا سونج بوب جوز ذا ويزل. انا انت شكلك كمان انك اخذت مكافأة ثانية انك فتحت ميزة انه يغني او شيء زي هيك يعني.
Now you're ready to play with Gosmo. Okay. طبعا انا عندك انت خيارات، خدع لكوزمو، العاب مع كوزمو. إيه، انت تقدر هنا تشوف شو اللي كوزمو بشوفه بالضبط، يعني اكسبلور مود. وين وين يا شباب؟ كود لاب. طبعا هاي مش ممكن اشي بخص برمجة مش زي هيك، ما علينا. لا 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 لا، لسه لسه يا كوزمو، لسه كوزمو فري تايم. اه كمان هنا انت بتعطي كوزمو وقت الحر، حلو. كوزمو is getting ready to play. Hi there, let's make story for Cosmo to perform. Tap the exciting button. Cosmo حس نفسه زي المجنون. اوكي. هسه بدنا نشوف كوزمو اكسايتد. انا بدنا نشوف كوزمو مثلا معصب، نقدر نحط هيك تاب تو ذا تكست بوكس. اوكي، رايت سمثينج فور كوزمو تو سي، تراي بيس. هسه بدنا نحاول نكتب اشي على اساس انه كوزمو يحكيه. اوكي، نشوف هسه وجه كوزمو وهو خايف. اوكي، بليز تو بلاي كوزمو اكت ستوري. واتس فور لانش؟ انا كوزمو مجنون. اوكي بيس. اوكي انا خايف. نو ميك يور اون ستوري وذ كوزمو. بدي انا هسه اعمل كوزمو حتى نشوف اذا ممكن يعمل زي صوت البس او شيء زي هيك. طيب هسه بدنا نعمل سربرايز. متفاجئ شوي. اوكي، مش هذاك الانطباع اللي كان في بالي. حتى نشوف كوزمو حزين. كانسل. طيب هسه بدنا نشوف اشي ثاني ممكن نعمل مع كوزمو. ميت كوزمو، هات نشوف ميت كوزمو. لا خلاص ما في داعي. اوكي مش ميت كوزمو. كوزمو فري تايم، خلاص كوزمو روح انت. اها هاي كوزمو. على فكرة أنا قادر أشوف شو اللي بيشوفه كوزمو يعني. خلينا نحكي شوي عن كوزمو بالفقرة اللي جاي. طبعا زي ما شفنا في الفيديو كيف كان كوزمو، كان كيوت هيك ومتفاعل معك بشكل حلو يعني، وزي ما حكيت انك ممكن تعتبره اما حيوانك الاليف او انك ممكن تعتبره كصديق لإلك او حتى اشي انك تربيه او اشي زي هيك يعني، بس انا بفضل اعتبره كصديق صغير هيك كيوت. نحكي عنه هسه. زي ما انتو شفتوا كوزمو روبوت جديد بحجم كف الايد، وكان مرشح انه يحتل مكان مميز بين العاب الاطفال بشخصيته المسلية زي ما تفرجنا وزي ما شفنا انا وياكم. والروبوت مزود باجهزة استشعار ومحركات وقدرات بصرية، وبيتم التحكم فيه عن طريق التليفون مثل ما شفنا، وهو تقريبا منتجات شركة الانكي لصناعة روبوتات ومقرها سان فرانسيسكو. طبعا كوزمو هذا اللي انتو شفتوه اللي هو الاصدار تبع 2016 او 2017، واكيد ظهر منه اصدارات افضل بكثير وممكن يكون اذكى كمان. هنا انا بدي اقتبس من كلام الرئيس التنفيذي لشركة انكي اللي هو بوريس سوفمان،
كوزمو متطور جدا، وهناك ما يقرب من 300 من المكونات التي تدخل في تركيبه. هناك الكثير من أجهزة الاستشعار والمحركات، كما أنه يحتوي على كاميرا يستخدمها لفهم بيئته. إنه مثل الرفيق الروبوتي، لكنه مثل المبتدئ أيضا الذي يقوم بأشياء أساسية. كوزمو هنا، أو اللي بتفرج أو اللي شاف كوزمو أو إلى حد ما كوزمو، بذكرنا بإحدى الشخصيات من أفلام بيكسار، اللي مستوحاة منه شخصية ظهرت اللي هي شخصية والي، إذا كنتم أنتم حضرتوها. وشارك الفنان أو شارك تصميم الفنان الرسوم المتحركة اللي كان شغال في بيكسار سابقا. أنا الرئيس التنفيذي لشركة أنكي بوريس سوفمان حكى إنه كل علاقة ببنيها مع شخص بتكون فريدة من نوعها، لأنه حيتعرف على وجهه وحيرد عليك في كل مرة أنت تلعب فيه، مع مثل الجرو يعني. أنا حتى شبه كوزمو مثل الجرو، حتكون علاقة فريدة مع كل فرد في الأسرة، وبمرور الوقت حيعرف الألعاب اللي أنت بتفضلها. كمان هنا كوزمو إلى حد ما شخصيته أنت بتقدر تبنيها، يعني على سبيل المثال كوزمو إذا حطيته أنت في موقف ممكن السبب لإله مشكلة، أو هو مشكلة بحد ذاتها لإله، إما إنك بتتعلم أو إما إنك أنت بتساهم بحل هذه المشكلة لإله، بتساعده إنك أنت تحل له هذه المشكلة، أو إنه هو بيحلها بلاقي الطرق اللي يحل فيها مشكلته بنفسه. كمان هنا أنا ذكرت إنه بإمكانك إنك تحط الشاحن وتخلي كوزمو يشحن نفسه فيه، بس مش المعنى إنك تحط الشحن على الطاولة وتتوقع إنه كوزمو يطلع على الطاولة ويشحن حاله فيه، بدك تحطه كمان في مكان اللي يكون فيه له حرية الحركة. طبعا في هنا كثير ألعاب، وفي كثير دمى روبوتية للأطفال بيتم التحكم فيها عن طريق التليفون، بس هاي الروبوتات بتفتقر للقدرة إنه تشوف أو تستوعب البيئة المحيطة بها، على عكس كوزمو. الذكاء الصناعي هو اللي بيتحكم في شخصية كوزمو، وزي ما حكينا انه بامكانه انه يتعرف على الوجوه وانه يلعب معها. طبعا هذا كان كل شيء لهذا اليوم، ريت لو تعملونا لايك وشير وسبسكرايب اذا عجبكم الفيديو، واستنونا كمان في الحلقات القادمه، وتنسوش تفعلوا زر الجرس اللي يوصلكم كل شيء جديد، وتنسوش تتفرجوا على حلقاتنا القديمه وتستنوا حلقاتنا الجديده. وزي ما قلت لكم، اذا عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، وشكرا لكم ويعطيكم الف الف عافيه.